showing many thin white horizontal lines. هاي أول مرة الكلاودي أبيرانس راح تتحول إلى لاينز خطوط بيضاء. هسا تلاحظوها في اليوم تيجي في الكيس العيادة تشوفوها خطوط بيضاء هيك صغيرة مقطعة. White opacities attenuate the rapid incisal end. The white lines run along the perichemata, which is a term referring to the transverse ridges on the surface of the tooth, which correspond to the incremental lines in the enamel known as citeria of Ratisius. هذا أخذته بالهيستولوجي مع صفراني. Citeria of Ratisius هو الانامل ستراكشر مالته به خطوط من النابوت. فهي ايش راح يصير؟ لما تدخل ماده الفلويد اكسسيف اماونت راح تزيد البوروسيتي، يعني تزيد السبيسز بين الستيريا اوف راتيسيوس، تدفعها وتكبرها فيصير فراغ اكثر، تدخل به ماده الفلويد. فيظهر هاي كلاودي ابيرنس اون ذا تيث. اذا اول ما نشوفها على شكل كلاودي ابيرنس اسميا راح يتحول الى بوروسيتي فيظهر از وايت لاينز. At a higher level of fluoride exposure, the white lines in the enamel become more and more defined and thicker. هاي الوايت لاين صغيرة راح تبدي تصير ثقر اند ثقر. ايش بيقصد طيليتو حاج؟ جهاز طب اول ابتدائي والله عيب. ايش مالك الزوجين راح يخلفون؟ والله يوم الباقين ان شاء الله. Some opacity cloudy areas and thick opaque bands also appear on the involved teeth. بيصير قسم عندها از الاينز، قسم عندها از سبوتس صغيره، وقسم الانسايزر اللي بتصير بيضاء، فاكو فد خربطه. With increased dental fluorosis, the entire tooth can be turquoise white. راح يصير أغمق، راح ينطي لون الجوف. And also transparency. يعني تفقد الشفافية مالتها. With higher fluoride, زادت، طبعا زادت شنو يعني بتقدم العمر، هو عايش بنفس المنطقة، بده ياخذ من نفس المي. With higher fluoride doses or prolonged exposure, deeper layers of enamel are affected. هسه دخل جوه بالديبر لايرز، the enamel becomes less well mineralized. راح تتكسر المينراليزيشن يعني راح يدخل الفلورايد. Damage to the enamel surface occurs in patients with moderate to severe degrees of enamel fluorosis. اذا زادت هو طبعا اندكس سناخذه اسمه دينز اندكس. دينز اندكس بيه سبع مراحل. يبتدي اول مره من التغير البسيط باللون يفقد الترانسبيرنسي. اثنين راح يصير عندنا well defined spots. ثلاثه راح يصير well defined lines opaque lines. بعدين راح يصير yellowish appearance. بعدين راح يصير yellowish brownish. بعدين راح يصير brown. وبعدين راح يصير pitting و black areas. فالمنظر كلش ما حلو، ذول اللي عايشين بزاخو لفتره طويله من يضحكون فالمنظر كلش ما حلو، سودة وكلها نقط وهو ما يعرف ليش هاي. إلى أن سووا بحث بالعراق، جاء أستاذ أجنبي وأخذوا عينات من الماء، لأن شافوا كل منطقة زاخو مصابة بهذا الشيء. فمن حللوها شافوا وجود مادة الفلورايد بالماء اللي يشربوه بالمنطقة. Dental fluorosis severity depend on. كل ما يعيش أكثر كل ما راح يتأثر أكثر. إذا stage of tooth development إجا عمره 10 سنوات للمنطقة راح يتأثر مثل ما واحد عايش من عمره من طفولته من الولادة؟ لا طبعا. فإذا stage of tooth development إذا جاي هو الأنتيريور تيث كلها كملانة ما راح تتأثر لا السكس ولا الأنتيريور. Exposure to fluoride يعني الفترة الزمنية راح يتعرض لها. Concentration of fluoride in food and drink. إضافة للماء هو ياخذ فلورايد بالأكل مالته وبال شنو قلت لكم ذاك اليوم؟ يا أكل يتوفر من فلورايد أكثر السمك بالدرجة الأولى سي فود بشكل عام من ضمنها يعني الأسماك روبيا
كان كل شيء واية بعد شاي مني على فراغ اجى العام اول عام تي ليفز يعني مو شاي هذا الليف الاصلي هو without sugar هو سترونج فلورايد انتي The central incisor approximately 3 years to go through complete enamel formation. إذن هذا الجدول من الولادة إلى عمر 3 سنوات الانسايزر first molar هي راح تتأثر من يصير 6 سنوات 3 molars canines and second molar راح تتأثر من إذا من طفولته إلى 6 سنوات راح كلها هاي راح تتأثر the supplements fluoride water combination of the above plus excess swallowing of fluoridating toothpaste يعني هو هم يفرط وهم يعني يشرب ماي فلورايد وهم يعني ياخذ فلورايد سبلمنت هاي صار حصر اوفر دوز فكل التيث will be affected timing of chronic daily fluoride ingestion and the corresponding dental fluorosis pattern that can be expected. يعتمد على the timing of the intake of fluoride بتأثر بال ترى تشوفك قوم اقعد تعال هنا يا ابني يما جات الشيء نعم ايوه واو يا مسيح والله باثوجينيسيس شنو باثوجينيسيس يعني يعني تسلسل المرض الإصابة بالمرض is related to physiological conditions include body weight يعني كل ما وزنه يزيد كل ما يحتاج أكثر فلورايد rate of skeletal growth and remodeling هل النمو عنده طبيعي remodeling عنده بالجسم طبيعي لو هو أقل من عمره الواقعي nutrition and renal function. ليش renal function? بالكدني. إذا هو عنده dysfunction بالكدني معناه يا أما راح يصير بالعكس زيادة أو بالعكس ما راح يستفاد منه. وهذا راح يصير أذية للكلية. As the fluoride is incorporated in the forming of the crystals, and this ion can also be released these crystals as bone remodeling. يعني الفلورايد الموجود بالجسم إذا بي أكسس وصار عنده مثلاً فراكتشر برجله إيش راح يصير؟ راح يسحب الجسم الفلورايد الموجود بهالمناطق ويروح لمن؟ للريمودلينج للكسر أو للفراكتشر بالجسم. أوكي؟ okay? As occurs in the growing child, we remove the fluoride from the blood stream. Possible reducing the risk of dental fluorosis by lowering serum fluoride levels. طبعا راح تنقص كمية الفلورايد فالأسنان ما راح تاخذ الكمية اللي تسبب لها فلوروسيس راح تروح بالدم. Topical fluoride is a term used or refers to the use of system containing relatively large concentration of fluoride. إذا هنا شنو الفرق بين إذا سوينا comparison جبت لكم سؤال قلت لكم what is the difference between a chronic and acute fluoride intake. شو حصل الفرق؟ To the erupted tooth surface to prevent the formation of dental caries refers to the use of system containing relatively large concentration of fluoride. A topical fluoride high concentration. A topical. يعني هذا تستعملوه انتم احنا نخليه بالكونسنتريشن زايدة. يعني هذا مو يومية يخليه. بينما لما ناخذ سيستميكالي راح يكون لو كونسنتريشن وذ الون بيريد هذا اول فرق بين التوبيكال وبين السيستميك فلوريديشن وهذا سؤال دائما احنا نجيبه او نجيبه على شكل اسئله واختيارات as immediately after eruption the enamel ما فهمتوا هالحكايه لو فهمتوها واضحه the enamel is porous and immature and it acquires fluoride rapidly Application of topical fluoride immediately after eruption hastens fluoride uptake and makes enamel more resistant to dental caries. كل ما التوث ياخذ الفلورايد أكثر, it will be more resistant against dental caries.
advantage and disadvantage of topical fluoride. هو يسألوني هذا السؤال ضروري يحط topical fluoride؟ زين هو ما خص systemic يحتاج بعدها منطي topical؟ لا طبعا كل حالة مختلفة عن الثانية. أنا نجي أول مرة على advantage. The topical does not cause fluorosis. إذا واحدة does not cause fluorosis. اثنين كيريوستاتيك فور بيبل اوف اول ايجز. هاي سؤال دائما يسألوكم اياه، انا عمري 20 سنه ما يخاف احط فلورايد؟ شو تقولوا لي؟ ما في. لكن ايش نقول؟ عادي. كيريوستاتيك فور بيبل اوف اول ايجز. عادي. 20 25 30 هو ليس عندنا كيريز، انا بدي اتوقف. فاذا من يسألوكم هذا السؤال تقول لهم اي تعالوا حطوا فلورايد. توبيكال يعني توبيكال ده احكي. عملية جدا بسيطة نقدر نستعمله هوم باي اور سيلف ونقدر نعطي بالدنتال بروفيشنال بالاكل. اذا هاي كلها ادفانتج. الديس ادفانتج بيرسون ماست ريمبر تو يوز. ننسى حالة حق كل الادوية اللي ننساها. بير كابيتا از هاي كومبير تو ووتر فلوريديشن. بير كابيتا is high compared to water fluoridation. ما شنو معناها؟ per capita شنو؟ العصبي. per capita يعني كل شخص موجود بالمجتمع. is high compared to water fluoridation. دكتور لا يقول ما لحق عليهم يعني الووتر فلوريديشن ما يلحق على على الناس اللي هو غلط عن المجتمع. هذا يشربون ماي بفلورايد. بير كابيتا از هاي. يعني الشخص الواحد از هاي اذا قارناه بالووتر فلوريديشن. يعني هواي عليه مي. شوي شوي. ووتر مو ووتر فلوريديشن. دكتور لام يعني من ناحية كفرد واحد من ناحية احتمال الكلفة أو هيك شيء. بالضبط هو يقصدون على احتمال الكلفة لأنه بير كابيتا از هاي. إذا أنت لكل شخص حطيت لك توبيكال فلورايد راح يصير مكلف هواية أكثر من ما واحد ود يشرب المي من قاعة ود يجي بفلورايد. هاي ما يقصدوها. بالخارج موضوع الفن موضوع البير كابيتا كلش مهم عندهم. فدائما ينبهوك انه هذا easy to use وبنفس الوقت هو less expensive. يعني حساب الفلوس عندهم جدا مهم. يعني حسبون الموظف الصغير راتبه فرد 3000 دولار، زين هذا منين يقدر يسوي توبيكال؟ هم عندهم اطباء اسنان كلش غالي العلاج عندهم. ما يجي يفكر. Not all fluoride agents and treatments are equal. يعني التوث بيست مو بقدر سكول ووتر فلوريديشن والسبلمنت هي مو نفس الحاله مال واحد ياخذ صلت فلوريديت الصلت او فلوريديت الموت. يعني كل واحد له سعره. مين كان شو راح يشتغل؟ هاي نقطه جدا هاي نقطه اثنين بالكومباريجن بين التوبيكال وبين السيستميك. شلون راح يشتغل التوبيكال؟ السيستميك شلون قلنا يشتغل؟ ترى بلاد ستريم السيستم شلون يشتغل؟ بالكد دكتور قلنا الفلورو ابيتاتي كريستالز يتكون منها تو ستراكشر، ايش راح تتحول بالفلورايد؟ فلورايد ابيتاتي كريستالز. شو نسيت؟ لا نسيت. نيجي على التوبيكال، السن كملان وصاير بي جينا حطينا فلورايد جو. شو راح يتأثر الإنامو؟ حيمتص، بس من اللي يمتص؟ just the outer surface. شو حيتغير؟ هو راح تتغير الفلورا أبيتات الكريستالز، بس راح يصير ريليز اوف كالسيوم كلورايد. كالسيوم كلورايد، هاي المادة هي اللي راح يستفاد من عندها الإنامو. أما الدنتين
اما الاذر بارت اوف ذا توث ستراكشر ما راح تتاثر. دكتور فقط البارت اللي خلينا على مثل على الاوكلوزال و هو كل الانامل يعني كل التوث لازم نخليه. بديكم تذكرون ذاك اليوم ليش اخترعوا الفلورايد جل؟ يعني شفتوا هو الليكويد اللي يستعملوا ما يدخل انتربروكسيمالي. وشوفون يعني اللي تتطور الامور كانوا يخلوها بس الدينتست. بعدين قامت تحطها هاي جنس بالعياده عندهم تحط فلورايد وتاخذ على الساعه هي. بعدين تطورت قالوا حتى نسهلها للانسان دخلناها بالبيوت فصار عندنا تري ونحط احنا الفلورايد ونستعمله بالبيت احنا. فالعمليه ما تتوقف بالتطور. فاذا بس خلوا ببالكم فلورايد هيدروكسي ابيتات كريستال تتحول الى فلورو ابيتات كريستال بالسيستم فلوريديشن. Topical fluoridation on the outer layer of enamel will be affected by the formation or the release of calcium fluoride. هسه نعيد هذا الحكي بشكل مختصر. The presence of elevated concentration of fluoride in surface makes tooth surface more resistant to develop dental caries. هاي منتهيين منها. Fluoride ions when substituted into the epidotic crystals fit more perfectly than do hydroxy bonding potential of fluoride makes the crystals more compact and more stable. إذا كنا قلنا ذي المرة من تدخل الفلورايد بينات أكو spaces فراح ترفع هاي بتدفعها وتمليها بتصير كمية الفلورايد كلش هواية بتوسع structure makes it more resistant to dental caries. Thereby more the acid dissolution فتكون قليلة التأثر باللاكتيك أسيد اللي يصير as a release of fermentation of food and microorganism وينتج لاكتيك أسيد فالتأثير راح يصير خفيف كلش على الإنامل لما هو دا ياخذ فلورايد. When concentration topical agent reacts with enamel there is a formation of calcium fluoride. هاي العملية شوفوا CIF by 2 هاي هي الماتيريال اللي راح يستفاد منها التوث. Most topical fluoride agents have ion concentration of between 10,000 to 20,000 parts per million. شوف الconcentration قد عالي parts per million which leads to the formation of calcium fluoride and eventually fluorohydroxyapatite. Commonly used topical fluoride agents include sodium fluoride. هاي لازم تفهموها زين. Sodium fluoride, sodium monofluorophosphate. هذا toothpaste. Mostly sodium monofluorophosphate هذا هم جاي بالفراغات بالامتحان الرصانة هذا يستعمل للتوث بيست. ستنس فلورايد هذا جل مستعملة بالعيادة and amine فلورايد sodium وamine monofluorophosphate وستنس فلورايد. هاي عملية الحركة بين الفلورايد والريليز مال الكالسيوم فلورايد واللو كونسنتريشن وشلون تصير الدائرة حتى ما تنسوها. Classification fluorides applied by dentists professionally are aqueous solution sodium fluoride stannous fluoride و B fluoride gel. إذا موجود in two forms ترى مرات انتم تغلطون من نقول لكم تايب نقول لكم كلاسيفيكيشن نقول لكم فورم كل وحده تنطي معنا شكل. فهذه هي الفورم ان ويتش فورم موجود التوبيكال فلورايد اكويا سوليوشن بتكون تعمل تجينا بيالات مثل الابره مع البنسلين نطقها ونخليها بال في الكونتينر عندنا جار ونشيلها بواسطه الكاتن تيبس توزر نحط عليها قطن نسميها كاتن تيبس نبللها ونطلق بها الاسنان بعد البولشن وجود ايسوليشن. هاي الطريقه بيها شورتك ما تدخل انت بروكسيمال هاي بس. فشفتي شلون الفلورايد جل اللي هو اسيديلات الفوسفيت فلورايد اللي تدخل انت بروكسيمال التركيز ايش قد 1.23% فلورايد بارنش بارش هذا من يحطه؟ دينتست. ديورافيت هذا مستعمل بالمدارس هواية تجربون بالمدارس ونحطون في ديورافيت خليها مور ريزيستنس. فلورو بروتكتر دي فلورايد بروفيلاكتيك بيست اللي تستعمله بالبولشي. اوكي هذا المعجون اللي ريحته طيبة هذا بيه فلورايد
فبنسوي البولشينج بي وي ار ادينج المكان البومس اي ريستوراتيف ماتيريال كونتيننج الفلورايد. هاي حكيتكم عرفتوها هسه الفيشر سيلان وال لاتيكيور والجي اي سي قاموا يدخلون بيها الفلورايد. فراح يصير الاكشن مع الفلورايد اثنين، هم يصير ريليز كونتينوس ريليز اوف فلورايد، هم انا هو اصلا حاطيه احنا على الفيشر سيلان اس تو بريفنت دنتال كاريس فورميشن. بس تو افكت فلورايد ريليس وهو اصلا كفيشر سيلان. بعد شنو عندنا توبكال فلورايد؟ دنتفرايز وماوثوس. يلا هسه عددوا لي اياها التوبكال فلورايد كم نوع عندنا؟ الفورماتر والكلاسيفيكيشن او شنو؟ فورم قلت انا جيت بالسؤال قلت هاو ماني فورم. يلا نحطها احنا او الدنتست او الهايجينست او البيشنت باي هيمسيلف. السيستم كيف الابلكيشن يستعمله؟ اي يعني التابلت بعد اكيد سبلمنت. انا مش صح لا ولا وفي ايش بدك عن الدنت؟ بدها التابلت والسبلمنت اللي هي جوس قلتي بعد فلورايد اكو دروبس يعني واكو الاسيديتد فلوريديتد سالت وفلوريديتد ملك. هاي يقدر هو البيشنت يستعمل. فهي دائما الطلاب يخلطون بين التوبيكال وبين السيستمك بهالاشياء. هذا سيستمك يعني تدخل للجسم توبيكال بس على السن. دكتورة هي دافاتت الجسم تشتغل بس على الأسنان ولا على الجسم كله؟ على الجسم كله. وشنو تفيد الجسم كله؟ على العظام؟ للعظام؟ وين راح يروح الفلورايد؟ يروح للتوث، للبون، للبلاكس تفيد. كلها هذا السيستم. خير؟ دنتال بيرسونال هاف ابلاين. شو تقصد بالدنتال بيرسونال؟ شخص يعني في بورس ان ذا دنتال كلينك اللي يشمل منو؟ يلا هاي ناخذها بالثالث. دنتال ستاف. دنتال ستاف من هم؟ اسيستنت. ليش تروح لها اول مره؟ دنتست. هذا شو ذاكرتكم مع الاخوان؟ هاي جينيس. غير الهاي جينوس شو نسميها؟ هاند هاند ثيرابيست والاسيستنت دنتال نيرس. هو دنتال نيرس هاي اربعه. الريسبشن دكتوره بعد الريسبشنست هاي خمسه بعد وحده فرنسيه ابو الايجار. اكسباندد فانكشن دنتال هايجينست. Expanded function dental hygienist. شو مجرها؟ يسوي كل شيء. هاي بتاع كله. والله الواحد ما حافظ. Expanded function. هاي تسوي extraction deciduous here. تفتح cavity. ما شاء الله. العفو الدنتست تفتح الكافيتي هي تحط الامالجام. هاي اثنين. بعد شو تسوي؟ تاخذ اكس راي. بعد شو تسوي؟ سوتشر. تسوي سكيلينج اند بولشينج والفلورايد. تحط فيشر سيلن. فهي تاخذ بالساعه 30 دولار 40 دولار. ليش؟ لانه
كأنه تشيل عن الدنتست ثلاث أرباع. أنت رفعني 10 دولار وأشتغل نص It was seen that when fluoride was applied to teeth, it gets deposited in the artery now. I have to have that. Make it more resistant to distribution by acids. Yeah, بدور الثلاثة بالتوني. سموث سيرفس كيريز معناها كل شيء مو طبيعي واحد عنده واي سموث سيرفس كيريز فهذا يحتاج تبيكر فلوريديشن يعني وبالنورمال هو الاوكلوجر سيرفس بس من يصير اون سموث سيرفس كيريز معناته هذا لايبل فور مور ذان 10 كيريز اذا يحتاج تبيكر Topical fluoride applicator indicated for patients with active smooth surface caries and those patients in a high risk group. بعد منهم الـ high risk group. شوية متفرون يعني تفرون الحجي. منهم الـ high risk groups. عبد الرحمن. منهم الـ high risk groups. ما تجي يمي هنا. دكتور هذول السلايفة مالتهم البي اتش مالتها واطية يمكن؟ هم هواية ناس اي وجماعة الهالي يمكن من الناس المعرضين اكثر للدم تكيرش دكتور مو اي تشيلدرن اي ناس شوجر هني شوجر هني سكر دكتور يمكن السلايفة مالتهم يعني مالتهم السلايفة كمية قليلة تكون الناس عندهم لور سليفاري سكريشن دايبتيك بيش اللي ياخذون اوكي هذا بس الناس العاديين منهم هم دايبتيك الثاني شنو هذا دكتور هذا دكتور بيش هذا دكتور 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 اول ديسابل بيشنت كلمة هانديكاب صارت عتيقة من أمي؟ الـ old age الـ old age ليش حقي دائماً يجب أن أجيب البقر؟ كل ما نتقدم بالعمر السليمة ليس في شنية قلعنا فنصير معرضين للدم تركياريز أكثر من غيرنا يسموهم high risk group فصار عندنا disabled patient وصار عندنا elderly people وصار عندنا بعد منه أبو السكريشيز اللي هم منهم دايبتيك الامينو سوبرمايز هذول البيبر اللي عندهم مشاكل صحيه يعني مو قضيه عنده ضغط وسكر عنده مثلا كيدني ترانسبلانتيشن بده ياخذ اميونو سوبرمايز دايبتيك بيشنت لايبل ليش؟ لان هذول معرضين للبون ريزوربشن فيصير موبيلتي اوف ذا تيث لازم نسويهم كونترول دائما حتى نتقدم على الناس. اوكي؟ ان شاء الله.
هذا شو اسمه اخر واحد اللي تاكل؟ انت نايم ولا تقرا ولا تسوي؟ مالتيس جافرز. ها؟ مالتيس جافرز. ايش هالفتى بعياده؟ دكتور ما ينتزم. فاذا الهالة هم هذول. على اي دكتور؟ اذا سموث او بعد منو عندنا؟ عندنا الاورثودونتيك بيشنتس. جماعه الاونلاين دكتور الميك جاي دكتور هم لايبل فور مور ذان تركيز هي ايش؟ ما في كلينكس يجمع مور بلاك ما في كلينكس مور فود اكثر من اربع مرات خمس مرات مليون Indication for this of professionally applied topical patient. Patients who are eyes for care is on a smooth surface, like in Naha. Patients who are eyes for care is on root of teeth, for old age people. Lather reduce tooth sensitivity. تعرفوا هاي المعلومة اللي فلوريد يستعمل to reduce sensitivity of the teeth. لا مو spaces. لا سنسوي. Additional protection if necessary for children in areas without fluoridated drinking water. يجعل أكبر solution هذا يستعمل صوديوم فلورايد بتكميم خاص نسميه ناستن تكنيك هذا اجى بالامتحان الفاينال ناستن تكنيك ميت التكنيك خاص available in both power and liquid form. The compound is recommended for use in a 2% concentration. It has been nothing with concentration of fluoride 2%. Recommended age. Yeah, it نقدر نخليه topical fluoride sodium tablet. It is recommended that a series of 4 weeks. هاي النقطة اللي تركزوا عليها. استعمال مادة. 4 weekly application of 2%. 4 weekly application of 2%. 4 مرات أجيبه كل مرة أخلي له فلورايد ليكويد. Children will be given at ages of 3, 7, and 11. ليش هاي الأجهزة بسرعة؟ نهاية الرحلة ما بيسجلوس. لا بشنو؟ كم نحن بيسجلوس؟ Seven. Eruption of Berlin and sixes. And TNM and sixes. 11 years. But at the 4, 5, maybe 7.
years, 3, 7, and 11. At 13. ليش 13؟ كمل كل شيء بعد إذا نحط الفاينل. السيستم مو يقول يسوي مشاكل بالكبد. لا ايش هي المشاكل؟ بدي اخذ شيء صغير. Mechanism of action applied on the two surfaces, it reacts with hydroxyapatite crystals rapidly to form calcium fluoride. This initial rapid reaction is followed by what is going to be a quiz? It's red, أوراقهم حضرين عشان نصكم كجارين. I am of course. هاي المعادلة تكررت. نقطة مهمة أنه الحفاظ على الصوديوم فلورايد لازم يكون ببلاستيك كونتينر stable when stored in plastic container. هنقدر نحط لا معدنية ولا زجاجية. Test is acceptable, non-irritating to gingiva and not cause discoloration. Patient has to make visits relatively short periods of time. Stimulus fluoride and other molar techniques. Technique آخر نستم ومولر تكنيك. كل واحد إلى بالطريقة. Available in powder form, either in bulk container or pre-weight capsules. على شكل كبسول ممكن أيضاً يجي. Recommended and approved concentration is 8% high objective الفراغات 8% maltase concentration. Recommended schedule a 6 monthly interval treatment. هذا الفرق. لكن قلنا 4 weekly with eruption 3, 7, 9 and 11. هذا time مالته 6 monthly interval treatment. وست شهور مرة. هذا تجيبوا بالفراغات يخربطوكم. هاي المعادلة ما تتفاعل. فلورايد جيل فورم تستعملوه هسه بالعيادة contain high concentration of fluoride typically up to 12.3 milligram fluoride acidulated fluoride 1.3. This is available as either a solution or gel for steel. شنو قال الابلكيشن حكم استعملته هسه تقريبا ان شاء الله شنو هذا استعمال الفلورايد بروسيجر بركم سي ابلكيشن جايز بيز اون ذا اليوم خليت المرتضى كير از لوكس ليفل اوف ذا بيشنت اند ايت جوالي بروفايدد ات ليست 6 كان طلاب قبل اسبوع الفات حطيت الفلورايد احطها هسه لا طبعا بعد هذا الاسجل افتهمتوها هسه مو زين. استعملون أكويس فور. ستة مرات. عن استعمالك الجل. والجل قلنا على العمر. والعمر هي الراشن أخذته. أنت حتى الوصل ما تبغى لي يعني مو مال واحد يشتغل فيه. 7000. سووها 3000. Advantage stable when stored in plastic container. No stain or tear. Gel can be self-applied. يعني البطل هذا كله كم مرة تحطه من عنده هو 10000. حلو. لا.
هذا الموضوع الوحيد التحجم لان ما شفت كل الجامعات سألت بغير الجامعات نفس الاسئله هي نفس الوصولات الاهليه نفس الوصولات وقوة شاطرة من الدولات الاهليات cannot be stored in a glass container. It has an acidic taste, شوية ما مقبول طعمه. فيضيفوا له دائما أطعم طعم العنب طعم الفراولة حتى الطفل يتقبله. The main application necessitates the use of suctioning. ليش أقولكم دائما نحطوا suctioning وحطوا cutter rod حتى نحافظ على الإفكت مع الدم. بس at what temperature? Limiting its use in field program. Varnish introduced into the market in 1916 and are prolonged contact time between the fluoride and tooth surface increase the fluoride uptake by dental hard tissue. إذا varnish جدا مفيد لأن concentration مالته عالية. As well as the formation of honey and calcium fluoride. إذا كل topical calcium fluoride. The possibility of using very small amount of the product يعني مو مثل الجو واي وحطوا تري وهذه كمية قليلة على التيز سيرفيسز. Prophylactic paste function مالته to clean the tooth surface through the removal of all exogenous deposit. اثنين polish the dental hard tissue including the restoration. حتى restoration راح تستفاد. بس هو مين انا؟ علاء.